السلام عليكم مرة تانية. اليوم إن شاء الله بدنا نقوم بعمل مسخن الدجاج. طبعاً في عنا مكونات مسخن الدجاج، طبعاً المادة الرئيسية الدجاج، طبعاً يفضل إنه ينعمل بعظمه. أوكي، ممكن تعمل الجاجة على 4 أو على 2 زي ما بتفضلوا. طبعاً في عنا البصل، هو يفضل إنه يكون البصل ناعم خشن مش ناعم رفيع، لكن أنا بفضل أعمله بهالطريقة، أعمله ميكس ما بين ناعم وجوليان عشان أخلي وجود البصل موجود. طبعاً في عنا زيت الزيتون، الملح والفلفل والليمون، وإحنا الآن بدنا نتبل الدجاج ونحطه بالفرن على 165 ل 170 لمدة 3 ل 25 دقيقة. الآن بنقوم بتتبيل. طبعا هاي من الاكلات اللي بتاخذ زيت كتير، فلفل، ملح، ليمون، قليل من السماق، طبعاً وشوية بصل عشان نحطه مع بعض بالفرن. طبعاً ما بدناش ننسى إنه إحنا نظفنا الدجاج وغسلناه بالليمون والطحين وغسلناه كذا عدة مرات. طبعاً الآن نحطه بالفرن. زي ما حكينا بدنا نشويه بالفرن. اوكي، الان بدنا نقوم بعمليه عمل البصل الخاص بالمسخن. طبعا نسينا اهم نقطه اللي هو خبز الطابون. طبعا حطينا زيت زي ما انتم شايفين، كميه الزيت، حطينا زيت الزيتون. اهم شيء لازم نكون كرما بموضوع زيت الزيتون في المسخن، لانه يعتمد على زيت الزيتون. طبعا بعد ما سخن الزيت بنحط البصل زي ما حكينا، المفروم خشن، ثم بنحط البصل الجوليان. الان بدنا نخليه على النار لمده ثلث ساعه. بعد ما يسخن معانا نوطي النار عليه ونخليه لمده ثلث ساعه على النار عشان يقوم بعملية الاستواء البصل. طبعا حطينا السماق زي ما انتم شايفين بعد ما استوى البصل معانا، وبنحط ملح والفلفل حسب الحاجة. طبعا في عنا خبز الطابون جاهز او الخبز البيتوتي، او بنقدر ناخذ الخبز اللي هو في السعودية، طبعا في الخبز الباكستاني او الهندي اللي هو النان. البصل طبعا هيك جاهز. الان بدنا نقوم، وزي ما انتم شايفين الخبز الان، طبعا الان بدنا نقوم بعمل الخبز بهالشكل. نحطه بزيت الزيتون، نشربه شوي، طبعا ما تتخيلوا رائحة البصل مع السماق مع زيت الزيتون شو جميلة جدا. الآن بدنا نقوم بسكبه. الآن بهالطريقة بنسكب الخبز. زي ما حكيت لكم هو بينفع ناعم خشن البصل او طبعا الان نقوم بسكب
الدجاج زي ما حكينا كمان ممكن نقطعه بأي طريقة بعد ما طلع من الفرن. طبعا هلا في ناس بحطوا عليه الخبز بيعملوه طبقات مع الخبز وبعاودوا برجعوه على الفرن بحمصوا الخبز بزيت الزيتون. طبعا في ناس بيعملوه كمان بشكل حطه منزينه بالسنوبر. تقدروا تحطوه بالفرن زي ما حكيت لمدة 5 دقائق كمان. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الطبق غني بزيت الزيتون والبصل والخبز زي ما حكينا. نقدر نستخدم الخبز الناني الهندي او الخبز الباكستاني اللي موجود في السعودية. وهذا طبق المسخن الدجاج. صحتين وعافية.